هو السواق يا مامي ما جاش ياخدني ليه النهارده من المدرسه؟ عشان السواق يا حبيبه قلب مامي مع بابي في المزرعه عنده ناس اجانب عايزين ياخدوا المحصول ويصدروه، فقام قال لي اجي انا اخدك. وهو بابي ما بيبطلش شغل ابدا يا مامي؟ بابي من عيله كلها بتحب المكسب والشغل والتجاره، هيطلع لمين غيره؟ انا مش ندهاكي بقالي كتير. معلش يا ماما. احلى نفس في الدنيا واحلى اكل يا ناس. بالهنا والشفا يا حبيبتي. ها عملتي ايه في المدرسه النهارده؟ رعب يا حبيبتي رعب. رعب؟ رعب ايه؟ ده انت لسه في اول يوم. ما هو اول يوم في ثانويه عامه يا مامي، يعني رعب ورعب. ايه اللي بيربط مع دروس خصوصيه من دلوقتي واللي بيربط على مجموعات؟ مش عارفه اعمل ايه. طب انت يا حبيبتي ناويه على دروس كتير؟ هما درسين بس في مادتين. اصلا انا ناوي اجيب مجموعي دخلني اعلام. الله، انت عارفه ان انا طول عمري كنت بحلم ادخل اعلام. انا باذن الله يا مامي هحقق لك الحلم ده. معلش يا حبيبتي غصب عني والله، جماعه الخواجات اصروا يقضوا السهره في المزرعه. يا سامي انا هعمل ايه يعني؟ ده شغل يا حبيبتي شغل. طب هعمل ايه يا سامي؟ خلاص يا محمود اعمل اللي انت عايزه. يا محمود مش هنتخانق على التليفون، خلاص براحتك. تصبح دروس ايه بس ومجموعات ايه؟ الكتاب سهل قوي وبيشرح كل حاجه. والله انا لو مكان فاتن لانجح واخد الثانويه العامه من غير مدرسين ولا دروس خصوصيه. يا خساره، لو بس كنت كملت في الجامعه كان زماني بقيت حاجه تانية اكيد، اذا كنت خدت الثانويه العامه بمجموع ولا عمري خدت درس خصوصي. يلا، الزمن بقى غير الزمن والدنيا بقت دنيا تانية.